سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وإليكم العناوين. تقرير لموقع الشاهد نت يقول بعد 52 عاما من الجلاء عودة بريطانيا كأكبر لاعب دولي في اليمن. وعدن الغد من المواقع المحلية بدء البسط على حرم مقبرة القطيع بعدن. ومن موقع العربي الجديد أغنية تثير خلافا بين شعراء من اليمن. كأن التاريخ يكرر نفسه، تاريخ الاستعمار البريطاني وسياساته في عدن والجنوب على وجه الخصوص واليمن والمنطقة بشكل عام. ومع حلول الذكرى السنوية 52 لجلاء بريطانيا من عدن والجنوب، تحضر الأطماع البريطانية عائدة بقوة ومن وراء ستار، وفقا لموقع شاهد نت والذي عنونا بعد 52 عاما من الجلاء عودة لبريطانيا كأكبر لاعب دولي في اليمن. تشير المصادر التاريخية إلى أنه وخلال السنوات الأخيرة من عمر الاستعمار البريطاني، وتحديدا بعد عام 1950، كانت تحركات المندوب السامي البريطاني في عدن توحي أيضا أن بريطانيا كانت عازمة على ترسيخ احتلالها لزمن أطول عبر اتفاق اتحاد فيدرالي. ومنذ بداية عام 1934 وجدت السلطنات في المناطق الجنوبية والشرقية ومستعمرة عدن وجدت نفسها مكبلة باتفاقات مع بريطانيا حولتها إلى مناطق مرتهنة ولتكون تحت قبضة بريطانيا بصورة مطلقة. وتعمدت بريطانيا سلخ هوية الأجزاء الجنوبية والشرقية من اليمن عن هويتها التاريخية والجغرافية، وقد عملت على تحفيز وتشجيع الثقافات والهويات المحلية وتغذية النزاعات الانفصالية النزعات الانفصالية وتعميق هوة الخلافات والصراعات المحلية، كما سعت إلى محاولة محو الثقافة الوطنية وطمس الهوية اليمنية. ما هو مؤكد أنه بعد 52 عاما على الجلاء عادت بريطانيا كأكبر لاعب دولي في اليمن، وهناك مخطط لا تخفي مؤشراته ويجري تنفيذه وتثير قلق القيادة الشرعية للبلاد التي حذرت الشعب من خطورة المرحلة، حيث يخوض اليمن في بحر متلاطم من الأطماع والتحديات والمؤامرات الهادفة للتقسيم والتمزيق. ورغم أن مسؤولين في الحكومة البريطانية نفوا وجود أي أطماع لبلادهم في العودة إلى عدن، إلا أن توجس الحكومة الشرعية من تجاوز الدور البريطاني لا يظهر من وقت إلى آخر. مورغان وترفليان رحل الجندي أو رحيل الجندي البريطاني الأخير. تحت هذا العنوان كتب سامي عبد العالم مقاله المنشور في موقع المشاهد نت مضيفا: قبل 52 عاما وفي الساعات الأخيرة من يوم 29 من نوفمبر غادر الميجر دي مورغان عدن. كان مورغان قائد الكتيبة 42 كوماندوز في البحرية البريطانية والجندي البريطاني الأخير في الجلاء الذي اكتمل عشية ذاك اليوم. وفي صبيحة اليوم التالي تم إعلان استقلال جنوب اليمن عن بريطانيا، وجاء جلاء القوات البريطانية من عدن بموجب اتفاق جنيف الذي تم توقيعه من قبل ممثلين عن الجبهة القومية اليمنية وممثلين عن الحكومة البريطانية. كانت السفن البريطانية ترسو في المياه الدولية قبالة خليج عدن، وكانت بريطانيا تجلي جنودها عبر مروحيات إلى داخل تلك السفن. كان الميجر مورغان هو والمندوب السامي البريطاني الأخير في جنوب اليمن السير هنفري تريفليان يشرفان على عمليات الإجلاء، وتم إجلاء مئات الجنود البريطانيين إضافة إلى عائلات موظفي الإدارة البريطانية في عدن. وتوثق الصور السير تريفليان وهو يلوح بقبعته لسرب من المروحيات البريطانية أثناء مغادرتها عدن. وتذكر المصادر التاريخية أن طائرة مروحية أقلت المقدم مورغان والسير تريفليان إلى إحدى السفن البريطانية التي كانت متواجدة في عرض البحر في المياه الدولية وخارج المياه الإقليمية لليمن. كما توثق صور أخرى آلاف الجنوبيين وهم يحتفلون برحيل الاستعمار البريطاني،
ويرفعن صورا للزعيم العربي المصري جمال عبد الناصر. كانت مدفعية الأسطول البريطاني قد باشرت قصف عدن التي ترنحت تحت نيران القذائف والقصف الكثيف. ولم تدم المعركة بين القوات البريطانية وقوات قبيلة العبدلى سوى لأيام معدودة، انتهت بسيطرة بريطانيا على عدن. وهكذا خلت الساحة في جنوب اليمن لبريطانيا التي زرعت وجودها هناك لقرن وربع القرن من الزمان. تطوي عدن سجلات ثقيلة من تاريخ الأطماع الاستعمارية العالمية للهيمنة على البحار والسواحل، أطماع لا تزال المحرك الرئيسي لأغلب الصراعات التي تدور في المنطقة. بعد أن كانت حققت عددا من النجاحات في مجالات مختلفة، عادت المرأة اليمنية عقودا إلى الخلف بعد سقوط صنعاء بأيدي ميليشيات الحوثي. وعنون موقع صحوة نت: خمس سنوات من المشاهد القاتمة، المرأة اليمنية في مرمى الإجرام الحوثي. المرأة لا تزال تدفع ثمن فاتورة الحرب للعام الخامس، فإن لم تكن هي الضحية المباشرة فإنها تكون قد أصبحت أرملة أو ثكلة، فقدت أحد أبنائها أو فقدت عملها ومصدر دخلها وضاقت الحياة المعيشية بأسرتها. وقال تقرير التحالف اليمني لرصد الانتهاكات أو لرصد انتهاكات حقوق الإنسان رصد إن عدد النساء المختطفات والمخفيات والمعذبات بلغ 303 امرأة في مختلف المحافظات اليمنية خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى مايو 2019. وفقا لموقع صحوة نت، فإن ميليشيات الحوثي استنسخت الكثير من تجارب حزب الله في لبنان والحرس الثوري الإيراني فيما يتعلق بالجانب النسائي، إذ أنشأت جهازا أمنيا عسكريا نسائيا وأطلقت عليه اسم الزينبيات، وهي تسمية طائفية سلالية منقولة بحذافيرها. وبات تجنيد النساء لدى ميليشيات الحوثي استراتيجية تخدم مشروعها القائم على الإرهاب، حيث تمارس المجندات كل أشكال الترويع والانتهاكات من اقتحام للمنازل واعتداء على النساء. البسط على الأراضي هو أبرز الأحداث في عدن وآخر ما جرى هناك. وفقا لموقع عدن الغد، بدء البسط على حرم مقبرة القطيع في عدن، حيث قال الموقع بدأ نافذون الأحد عمليات بسط على أراضي حرم مقبرة القطيع في عدن، وبدأ عدد من الأشخاص بالبسط على مناطق خالية من المقبرة. وقال مواطن لصحيفة عدن الغد إن مجموعة من الأشخاص بدأوا تخطيط مناطق المقبرة تمهيدا لتقسيمها، ولم تحدث مثل هذه الأعمال قط في تاريخ عدن كلها. ومن العناوين التي عنونها الموقع أيضا: وزارة المالية تطالب محافظ الضالع بالكشف عن مصير 250 مليون ريال. في تفاصيل هذا الخبر، وزارة المالية طالبت محافظ الضالع اللواء علي مقبل صالح بالكشف عن مصير 250 مليون ريال لم يتم تصفية عهدتها وتم صرفها لأجل النازحين في المحافظة دون أن يعرف مصيرها. موسم الهجرة إلى الرياض، تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقاله المنشور في عدد من المواقع، وجاء في أجزاء منه: اللافت هو الهجرة السيالة والمتهافتة إلى الرياض من سياسيين وأدعياء ومتطفلين تجمعهم المضاربة بالشعارات السياسية. والمريب المحزن والمخزي أن بعضهم جاء من مدارس وطنية لا تقبل المزايدة بالمبادئ، ومع ذلك فقد عرضوا بضاعتهم وسكت عنهم رفاقهم. ولا بأس من القول إن الهجرة إلى هناك قديمة منذ أشعلت السعودية الحرب ضد اليمن شماله وجنوبه بالتعاون مع الاستعمار البريطاني ومع الإمبرياليات العالمية لإجهاض الثورة اليمنية. ولقد تزاحم كثيرون في الطريق إلى هناك من الذين يريدون المال ويبيعون الأوطان، وكان لهم دور مقيت في تعويق حركة الشعب وطموحه إلى التقدم والنهضة. ولقد كانوا واضحين في مرأى الشعب باعتبارهم أعداء له، مدافعين عن مصالح قامت الثورة لإزالتها. أما اليوم فقد امتلأ الطريق بوجوه لم يتخيل أحد أنها تذهب إلى الحج في ذلك المكان. هكذا تراءى المزاد السياسي مفتوحاً هذه السنوات والشهور في الرياض، حتى نزل في سوقه كل من هب ومن دب ينشدون حقائب حكومية أو أقل منها أو أكثر،
من غير أن يدركوا أنهم إنما يتعلقون بحبل مهترئ يوشك أن يبتر. ولئن لاحظنا وجوه الماشين إلى الرياض من كل الجهات لأصابنا غم شديد من مستوى الانتهازية التي تعتري رجالاً ونساءً في بلد كان يحتوي إلى عهد قريب رموزاً عالية القامة. اليوم اطلعوا إلى الواجهة، كثيرون يسيئون إلى وجه اليمن ويجعلون منها بلداً متهافتاً وبائساً وعديم الكرامة. هكذا ذهبوا إلى الرياض يعرضون أنفسهم لحكومة لا تتسع ولا تحتمل. ذلك يولد سؤالاً عما إذا كان هؤلاء أو بعضهم يمتلكون رؤية واضحة وإرادة قوية لإنقاذ اليمن مما هي فيه. موسم الهجرة إلى الرياض الآن مهين للذين ذهبوا وظنوا أنهم سيخطفون الدنيا وحتى وإن خسروا أنفسهم. ذلك أن مستقبل الحكومة التي يرجونها في طي الغيب، بل هي في المنحدر الذي تومئ إليه اتفاقات غير معلنة تجريها الرياض مع الجماعة الحوثية في صنعاء. في الطريق المكتظ بمحترفي السياسة والهواة سقط نجوم وتكشف زيف معادن وذاب الطلاء على وجوه تاجرت بالعمل الوطني سنوات وعقودا. وليس ما يثير الدهشة سلوك أحزاب وقيادات سياسية وقبلية تمر من هنا كل ساعة. على الرغم من استمرار دوي القنابل والمدافع منذ 5 سنوات، لا يزال صوت الموسيقى حاضرا في اليمن يحظى بحقه من الاهتمام والمتابعة، غير أنه كحال السياسة صوت اختلاف ونزاع وادعاء ملكية واتهامات. وتعنون صحيفة العربي الجديد أبشرك يا سالم نزاع الملكية، حيث أثارت أغنية الموسيقار اليمني أحمد فتحي أبشرك يا سالم التي نشر الألبوم بعد عام من نشر تسجيلها الصوتي جدلا واسعا على خلفية ملكيتها الفكرية، بعد أن برز لها أكثر من شاعر يحمل كلا منهم أدلة تثبت أحقيته بنسبها إليه. يقول فتحي: ما إن رأت الأغنية النور حتى وجدت نفسي أمام من يتحامل عليها بحجة أن كلماتها نسبت إلى غير صاحبها الحقيقي صالح الأحمدي من محافظة البيضاء. ويضيف فتحي في حديث إلى العربي الجديد أنه واجه اعتراضا من قبل ورثة الشاعر محمد عوض باكر من محافظة شبوة قبل نشر الفيديو كليب، كون والدهم هو مؤلفها وليس الأحمدي، ما جعلني أطالب إثباتا معمدا من الجهة الرسمية. من جانبه يقول محمد الأحمدي مدير مكتب الثقافة في محافظة شبوة: إن القصيدة للشاعر الشبواني الراحل محمد عوض باكر، وقد كتبها قبل أكثر من 50 عاما بعد أن شب حريق في منزله، فكانت رسالة اطمئنان لابنه سالم عن حالهم بعد الحريق. لكن الشاعر الأحمدي يقول إنه كتبها في العام 2008 بعد مشاركته في مسابقة شاعر الشعراء بسوريا، وهي رسالة للشاعر سالم البركاني رفيقه في المسابقة الذي كان على اتصال دائم به، وفي كل مكالمة يقول له: بشرني يا سالم، بشرني عنك، فكانت الفكرة أن أبشرك يا سالم الحال سالم. وابتدأ مشروع القصيدة التي لخص فيها بعض ما تعرضت له أو ما تعرض له من ظلم في المسابقة ومواقف من بعض الأصدقاء. وفي جولتنا في الصحافة الفرنسية نطالع من صحيفة لفيغارو ما كتبه ستانيسلا بويه حول عقول النساء الجهاديات، وقال إن دراسة أظهرت أن النساء اللائي انضممن إلى الدولة الإسلامية يبحثن عن هويتهن وقد اعتنقن إيديولوجيات الخلافة. في 26 نوفمبر الماضي حاولت دراسة قام بها المعهد الوطني لدراسات العليا للأمن والعدالة استخلاص الدافع وراء انضمامهن للدولة الإسلامية ومشاركتهن في المشروع الجهادي. وقالت الصحيفة التي ترجمت لصالح قناة بلقيس إن بعضهن قمنا بالهجرة إلى أرض الإسلام والبعض الآخر حاولنا الاستشهاد في بلدهن. وفي المجموع التحقت 298 امرأة فرنسية بالمنطقة العراقية السورية، وعادت 72 امرأة إلى فرنسا، وتم توجيه الاتهام إلى 26 امرأة، وتمت محاكمة 6 نساء.
حكم على هؤلاء النساء الست في 22 من أكتوبر الماضي، وقد حاولنا في عام 2016 تفجير سيارة مليئة بصوانات الغاز، غير أن الهجوم فشل وحكم على المتهمة الرئيسية بالسجن 30 عاما. أما بخصوص الطريقة التي تتعامل بها المخابرات الفرنسية والعدالة مع النساء، فإن الحركة المتطرفة أو في الحركة المتطرفة فإنه في السابق كان ينظر لهن أو ينظر إليهن على أنهن مجرد تهديدات بسيطة. بالنسبة لماري بيريه مؤلفة الدراسة، فإن الخطاب التي تركز فقط على الضعف النفسي للإرهابيات وتثبت الهشاشة النفسية لديهن، ويتضح ذلك من خلال البحث عن هوية واضحة، فمن بين 11 امرأة جهادية ورد ذكرها في الدراسة تعرب 9 نساء عن احتياجهن القوية أو الحاجة القوية للهوية، فهن يتميزن بالشعور بالوحدة والتهميش، ويوصفن بأنهن في مراهقة ضائعة ويخضعن لصراعات شخصية لم يكن يعرفن أو يعرفن كيفية حلها. في أصل هذا القلق الهوياتي تثير الدراسة أصولا غير مؤكدة من المرشحات للجهاد. هناك 6 نساء من بين 11 امرأة متورطة لديهن ثقافة مزدوجة، 4 مولودات لأبوين مغاربيين الجزائر أو المغرب، 2 لزواج مختلط بالنسبة لهؤلاء النساء. أدت هذه الهوية المزدوجة إلى فقدان المعايير التي لعبت كعامل مشدد لتهميشهن. الوطنيات الجديدة والتاريخ المفتوح في منطقتنا، تحت هذا العنوان كتب حازم صاغية مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط. يوم 1 نوفمبر نظم ثوار الجزائر مظاهرة كبرى، إنها واحدة من تلك المظاهرات التي بدأت قبل 40 أسبوعاً وتأبى أن تتوقف، لكن يوم 1 نوفمبر كانت له خصوصيته الأخرى، هو العيد 65 لاندلاع حرب الاستقلال عن فرنسا. إنهم يستأنفون معركة الاستقلال التي بدأت في 1954، ذاك أن الاستقلال كحدث مجيد ينبغي تحريره ممن جعلوه مصدراً خشبياً لشرعيتهم التي استغنت عن كل شرعية أخرى. السودانيون إبان مظاهراتهم كرروا شعراً ونثراً، فكرة تقول أن الوطن غاب أو اختفى طوال 30 عام، وها هو اليوم يعود مع الثورة، مع النظام الإسلامي غاب، مع الثورة حضر. لقد قال سوداني الثورة أن تحرير التاريخ والاستحواذ عليه مهمة سودانية أيضاً. اللبنانيون بدورهم ذهبوا بعيداً في تكريم الاستقلال والتلويح بأعلامه، فيما جعلوه في الوقت نفسه مناسبة للقطع مع اللبنانية القديمة في سائر أشكالها المتراوحة بين الدجل والنهب والعنصرية. هذا الانعطاف الكبير سبقنا إليه السوريون حين انعطفوا عن السورية القديمة، شككوا بعلم البلد وباسمه، وأوحوا أنهم يريدون استئناف تاريخ سياسي ودستوري كان قد قطعه العسكر مرة عدة. إعادة التأسيس التاريخي تظهر ملامحه أيضاً في العراق، العلاقة الخاصة بإيران بوصفها العمود الآخر المكمل اهتزت أيضاً. لقد هتفوا وغنوا للعراق وأحرقوا القنصلية الإيرانية في النجف قبل أن يواجهوا المذبحة في مدينة الناصرية. إيران نفسها لم تسلم من المراجعات الجذرية. البناء الذي أقيم في 1979 تمت مساءلته بحدة وليس للمرة الأولى. تنزيه الولي الفقيه اهتز رغم الدفاع عن المستضعفين وتمثيلهم، ومعه زعم الدور التحرري في المنطقة اهتز أيضاً. وهؤلاء الذين يتساقطون في المنطقة كثير وهم يلتقون في النتائج وإن اختلفوا في المقدمات، فيهم نظامان تمثيليان كالعراقي واللبناني، وفيهم نظامان غير تمثيليين كالإيراني والسوري.
لكن المؤكد أن اجتماع الطلب على الخبز الحرية والكرامة الإنسانية في مواجهة أنظمة مفلسة صار يتجسم في وطن جديد أو في وطن يتحرر من مجمع الأيديولوجيا والنهب المتكافلين المتضامنين. ومن جولتنا بين الصحف البريطانية نطالع أيضا من صحيفة الاندبندنت تقريرا بعنوان الحكومة الأفغانية تقول إن طالبان تشعر بالمفاجأة من حديث ترامب عن وقف إطلاق النار. يقول تقرير إن تصريحات الرئيس ترامب التي أشار فيها إلى أن حركة طالبان مستعدة بل وحتى متحمسة لعقد اتفاق لوقف إطلاق النار في أفغانستان بعد حرب استمرت 18 عاما تبدو أماني أكثر منها حقائق. ويواصل التقرير بعد يومين من تصريحات ترامب أوضحت حركة طالبان والحكومة الأفغانية أن وقف إطلاق النار ليس قريبا ولم تتم مناقشته أصلا في المفاوضات. ويضيف أن النقطة التي توقفت عندها المفاوضات كانت تتمحور حول تقليل العمليات العدائية، لكن أيضا كان هناك نقاط تنص على أن وقف إطلاق النار سيتم مناقشته لاحقا. معادلة الانتفاضات العربية، تحت هذا العنوان كتب علاء الدين أبو زينة مقاله في صحيفة الغد مضيفا: بلد بعد بلد يخرج المواطنون العرب إلى الشوارع للتنفيس أخيرا عن عقود من الضيق المتراكم. ثمة فساد النخب الحاكمة وتضييق الأنظمة على الحريات والتحكم في المصائر واللامساواة في المواطنة والحقوق والتخلف عن ركب الأمم والخضوع لقدر التبعية والهزيمة. وإذا كان بالوسع اختصار مجموع ذلك في عاطفة واحدة جامعة فهي شعور ضاغط قاهر لدى الناس بالعوز إلى الكرامة. من المؤكد أن الدول العربية تتفاوت في المعروض من عناصر الكرامة، بعضها تعوض بالرفاه المادي نقص الحرية، وبعضها لا مال ولا ديمقراطية، وكلها تحبس مواطنيها في قفص التبعية وتعطيل الطاقات. لم يكن اعتراض الناس في البلدان العربية على الأشخاص بالضبط، ولكن عادة ما يسمون النظام. كان الاعتراض على شيء ربما يسمى المنظومة، المنهج وطريقة العمل والأنماط التي تدار بها الدول. ولذلك قد يسهل تغيير الأشخاص باستبدال الحكام والحكومات، لكن المنظومة نفسها تستمر. لم يطالب المواطنون العرب بمعالجة الأعراض فقط، البطالة والغلاء ورداءة الخدمات، وإنما عرضوا وعياً بالأسباب. طالبوا بالتخلص من الطائفية والمذهبية والمحسوبية والتمييز في المواطنة والنخبوية وتقسيم الأوطان إلى حصص. معادلة الانتفاضات العربية الآن بعد سنوات الخبرة يلخصها زميل تشاثام هاوس جورجس فهمي: الدعوة إلى التغيير في المنطقة تذهب إلى ما هو أبعد من الديمقراطية الانتخابية وتمتد إلى المطالبة بإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة. ويظهر كل من العراق ولبنان هذا بوضوح، فقد تم بالفعل إجراء انتخابات حرة ونزيهة نسبياً في كلا البلدين، لكنها عملت فقط على تعزيز الأنظمة الطائفية الفاسدة. العيش الكريم إذن يساوي إتاحة حياة مادية لائقة خالية من القلق المضني، زائد ما يليق من الحريات والمساواة والمشاركة الحقيقية في تقرير المصير. ومن الواضح أن الناس لا يتنازلون عن شقي هذه المعادلة معاً، ويعبرون علناً عن مطلبهم عند نقطة حتمية ما، عندما يتغلب اليأس على الخوف. صحيفة الغارديان البريطانية تنشر عدداً من الصور التي توثق لحظات ومواقف مختلفة حول العالم، نتابعها سوياً.
عندما خاف المبدعون من السجان ومن مقص الرقيب ومن أعين السلطات الدكتاتورية، ذهبوا إلى الألوان والريشة ورسموا آراءهم ومواقفهم، وأصبح ذلك يعرف بالكاريكاتير. هذه مجموعة مما نشرته الصحف اليوم من تلك الرسومات. بهذا وصلنا إلى نهاية الحلقة لهذا اليوم من كشك الصحافة. في الختام تقبلوا تحياتي والتحية أيضا من معد هذا البرنامج الزميل صقر الصنيدي ومن جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.